رقم تحت المجهر، الرقم هو 2. يتعلق الأمر بالقمران الصناعيان، فمنذ فجر الآن اليوم أصبح المغرب يتوفر على قمرين صناعيين، حيث تم بنجاح إطلاق القمر الصناعي المغربي الثاني محمد السادس باء من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غويانا الفرنسية بالمحيط الهادي، وهي نفس القاعدة التي انطلق منها في 7 نوفمبر من العام الماضي القمر الصناعي المغربي الأول محمد السادس ألف. ويستخدم القمران الصناعيان المغربيان أساسا في إنجاز الخرائط التوبوغرافية والمساهمة في التنمية السوسيو-اجتماعية والتدبير الأفضل للأراضي الزراعية والموارد الغابوية والمائية، وأيضا تدبير الوقاية من الكوارث الطبيعية، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل البحرية.